بعد هذا الصيام المستحب، من يذكر لي الصيام المستحب؟ تعرف؟ نعم أخي، صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام محرم وشعبان، عاشر من ذي الحجة دون يوم العيد مع يوم عرفة لغير الحاج، والتاسع والعاشر والحادي عشر من عشرة وغيره، وست من شوال. ست من شوال الأولى أن يصوم اليوم الثاني، يبدأ بالصيام، هذا الأولى والأحوط، يصوم اليوم الثاني، نعم، وبهذا يتم الصيام في اليوم السابع، مفهوم؟ نعم، يتابع الصيام، هذا أولى. لكن من الذي يصوم ست من شوال؟ الذي صام رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان، وهذا الذي عليه قضاء يصوم القضاء أولا، كيف يشتغل بالنافلة عن الفريضة؟ ما يصح، مفهوم؟ غير هذا، صيام يوم وفطر يوم. طيب، فتح الله عليك. الصيام المحرم ذكرته الآن يا أخوانا، نعم يا أخي، صيام يوم العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى وأيام التشريق، وصيام يوم الشك آخر يوم من شعبان أو يتقدم بيومين كذلك، وصيام إفراد يوم الجمعة بالصيام. نعم، فماذا يصنع من يريد صيام يوم الجمعة؟ يصوم الخميس أو يصوم السبت، وصيام يوم السبت على قول، وعلى قول أنه مكروه، مفهوم؟ وغيره، صيام الدهر، وصيام رجب، ها؟ صيام رجب، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله لم يثبت شيء في فضل رجب، مفهوم؟ أجلس، فتح الله عليك. نعم،